السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور محمد سمير، أخصائي الغدد الصماء والسكر بمجمع العبير الطبي. نعتز أن اليوم معنا أخونا الدكتور عبد الرحمن خليل، أخصائي أول أمراض الكلى بمجمع العبير الطبي. هيتحدث معانا عن الكلى وأمراض الكلى، الفشل الكلوي وعلاجه، الفشل الكلوي أسبابه وطرق علاجه. نفسح له المجال، تفضل يا دكتور عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإخوة الأعزاء الأفاضل، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، لكم مني التحية. وإن شاء الله اليوم هنتكلم عن واحد من أهم الأمراض التي تواجه الناس في هذا العصر، واللي عليها مجموعة من الأسئلة ومجموعة من علامات الاستفهام، ألا وهو مرض الفشل الكلوي. طيب، في البدء لازم نعرف ما هي شكل الكلى أو ما هو شكل الكلى. الكلى عبارة عن عضو من أعضاء جسم الإنسان يشبه في شكله حبة الفاصوليا، بني اللون مائل للإحمرار، الطول حوالي من 11 إلى 12 سنتيمترا، وعرضه حوالي 7 سنتيمترات، وسمكه حوالي من 3 إلى 4 سنتيمترات. يبلغ وزن الكلى عند الرجل البالغ من 125 إلى 170 جرام، وعند الإناث من 115 إلى 150 جرام. طيب، مع كل نبضة من نبضات القلب يقوم القلب بدفع الدم إلى الكلى. كل الدم الموجود في الجسم يمر على الكلى تقريبا 300 مرة في اليوم، وتقوم الكلى بتنقية حوالي 200 لتر من الدم يوميا. وسبحان الله، أحسن الخالقين، تقوم الكلى بجميع هذه الأعمال، وإنت بتكون شغال شغلك، إنت بتكون بتمارس في الرياضة، في أعمالك، وما شايل هم ولا بتتعب، والكلى تقوم بجميع هذه الأعمال عنه. طيب، الشيء الثاني نبغى نتكلم عن مكان الكلى. أين توجد الكلى؟ توجد الكلى في تجويف البطن على الجانبين من العمود الفقري، أسفل الحجاب الحاجز، وخلف الصفاق. الصفاق هو الغشاء الذي يغلف الجهاز الهضمي. الكلية اليمنى توجد كما قلنا أسفل الحجاب الحاجز وخلف الكبد، الكلية اليسرى توجد أسفل الحجاب الحاجز وخلف الطحال. طيب، تكون الكليتان بمحاذاة الفقرة الصدرية رقم 12 إلى الفقرة القطنية رقم 3، والكليتين محميات بضلوع من القفص الصدري اللي هو الضلع رقم 11 والضلع رقم 12، يحمل الجزء العلوي أو العلوي من الكليتين. طيب، هذا كل ما بالنسبة لشكل الكلى ومكانه. طيب دكتور عبد الرحمن، بعد المقدمة العظيمة هذه عايزين نعرف ما هو الفشل الكلوي؟ ما هو الفشل أو ما هو فشل العضو؟ يعني عندنا الفشل الكلوي، عندنا الفشل القلبي، الفشل الكبدي. أول حاجة لازم نعرف ما هو فشل العضو. فشل العضو هو عدم مقدرة العضو على أداء وظائفه. فمن هنا يتبين لنا أنه نحن لازم نعرف ما هي وظائف الكلى على أساس أنه نعرف ما هو الفشل الكلوي. طيب، الكلى تقوم بالعديد من الوظائف، ولكن أهم الوظائف التي تقوم بها الكلى، واحد، هي التخلص من السوائل الزائدة عن حاجة الجسم. اثنين، التخلص من السموم والفضلات الناتجة عن عملية الأيض أو الاستقلاب التي تقوم في الجسم. ثلاثة، تقوم الكلى بالمساعدة في التوازن الأملاح والشوارد. الأملاح والشوارد مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، اليوريك أسيد، مثل الأحماض الأمينية. سبحان الله، كل هذه الأملاح والشوارد موجودة بنسبة معينة ونسبة دقيقة جدا جدا، إذا زادت أو نقصت يحصل اعتلال خطير جدا في الجسم. فمن الآليات التي تساعد على ضبط هذا المقدار الدقيق، ومن الأعضاء التي تساعد على ضبط هذا المقدار الدقيق، هي الكلى. أيضا من الوظائف التي تقوم بها الكلى هي المساعدة على توازن الأحماض والقلويات في الدم، كما تقوم الكلى أيضا بإفراز بعض الهرمونات المهمة. من أهم هذه الهرمونات هرمون الإريثروبيوتين. هرمون الإريثروبيوتين يقوم
من الهرمونات التي تقوم بتحفيز صناعة خضاب الدم أو الهيموغلوبين وتحفيز صناعة كريات الدم الحمراء، ومن الهرمونات أيضا هرمون الرنين وغيرها من الهرمونات. أيضا تقوم الكلى بالمساعدة في تركيب فيتامين دال، هذا الفيتامين الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم من الجهاز الهضمي وعلى صحة العظام. وأيضا للكلى دور مهم جدا في المحافظة على ضغط الدم. من هنا نحن عرفنا وظائف الكلى، فإذا لما يحصل أي اعتلال في بعض هذه الوظائف أو جميع هذه الوظائف، في هذه الحالة نحن بيكون لدينا فشل كلوي. دكتور عبد الرحمن، في سؤال عديد من المرضى بيطرحوا ويتكرر كتير عندنا في العيادة، اللي هو يقول لك انه انا مثلا قريبي ابن عمي اخويا اجاله فشل كلوي، قرروا له دكاترة غسيل، غسل مرتين، غسل ثلاثة، ثم رجعت الكلى تشتغل تاني ووقف غسيل وعايش حياته، اللهم بيتابع الكلى كل فترة، ممكن زيادة شوية في الوظائف، لكن لم يحصل انه غسل على يعني بعد كده. فهل هذا فعلا بيحصل؟ ده سؤال جميل جدا، لأنه فعلا من الأسئلة الكثير بتتكرر علينا في العيادات. فعلا ممكن الكلى ترجع تشتغل مرة تانية، ومن هنا ده بيقودنا لتقسيم الفشل الكلوي. في أنواع من الفشل الكلوي ممكن ترجع الكلى تشتغل معاها مرة تانية، وهذه الأنواع هي الأنواع التي تسبب ما يسمى بالفشل الكلوي الحاد. هذا يقودنا أنه عندنا نوعين من الفشل الكلوي، الفشل الكلوي الحاد والفشل الكلوي المزمن. كما قلنا الآن، مع الفشل الكلوي الحاد ممكن إنه الكلى ترجع تشتغل مرة تانية إذا تم التشخيص بسرعة وتم العلاج بصورة سليمة وبصورة سريعة. طيب، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الفشل الكلوي الحاد؟ نحن نستطيع أن نقسم هذه الأسباب إلى ثلاثة أقسام. تمام؟ ممكن نقسم الأقسام قبل الكلوية، أقسام كلوية أي لها علاقة بالكلى نفسها، وأقسام بعد كلوية أو أجزاء بعد كلوية. طيب، الأسباب القبل كلوية عندنا أول حاجة أي شيء يؤدي إلى نقص كمية الدم المتوجهة إلى الكلى يعتبر من الأسباب القبل كلوية، منها انتانات الدم والتسمم الدموي مما يؤدي إلى التوسع أو التمدد في الأوعية الدموية، وبالتالي نقص كمية الدم المتوجهة إلى الكلى، منها ضعف عضلة القلب وعدم قدرة القلب على ضخ كمية كافية من الدم لتتوجه إلى الكلى، ومنها مثلا حالات النزيف الدموي الحاد وحالات فقدان الدم. هذه أيضا من الأسباب التي تقلل وصول الدم إلى الكلى وتعتبر من الحالات قبل الكلوية. أيضا من الحالات تعتبر من الحالات قبل الكلوية استخدام بعض العقاقير مثل المضادات الحيوية واستخدام بعض الأصباغ الطبية المستخدمة في الأشعة التشخيصية وفي القسطرة، منها قسطرة القلب. هذه أهم الأسباب ما قبل الكلوية للفشل الحاد. إذا تم علاجها بسرعة وبصورة سليمة قد ترجع الكلى إلى العمل مرة أخرى. طيب، عندنا الأسباب كلوية بمعنى أن المشكلة في الكلى نفسها. المشكلة في الكلى نفسها ممكن يكون السبب التهابات، مثلا التهابات كبيبات الكلى. ومن الأسباب التي تؤدي إلى التهابات كبيبات الكلى مثلا الأمراض المناعية والأمراض والالتهابات التي تصيب الجهاز الوعائي. هذه من الأشياء التي تسبب التهابات كبيبات الكلى. أيضا من الأسباب الكلوية التهابات حويضة الكلى الحادة، واللي من أهم أسباب اللي هو التهابات البول غير المعالجة المتكررة. أيضا من الأسباب التهابات نبيبات الكلى والتي تسبب فيها أو التهابات نبيبات الكلى الحادة والتي تتسبب فيها بعض العقاقير الطبية. ومن هنا أنا أحب أنوه أنه عدم الإكثار من أخذ الأدوية وخصوصا من غير استشارة الطبيب، لأنه الإكثار من استخدام الأدوية ومن غير استشارة الطبيب وخصوصا المسكنات وبعض أدوية المعدة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى التهاب نبيبات الكلى الحاد. كانت هذه بعض الأسباب التي تؤثر على الكلى وتؤدي إلى فشل حاد. ننتقل إلى القسم الثالث اللي هو القسم الخاص بالأسباب بعد الكلوية، وهي أي أسباب تختص بانسداد مجرى البول. عندما يخرج البول من الكلى، أي سبب يؤدي إلى انسداد مجرى البول ورجوع البول إلى الكلى مرة أخرى قد يؤدي
إلى فشل كلوي، قد يؤدي إلى فشل كلوي. من هذه الأسباب الحصوات، ممكن تكون الحصوات على الجانبين. من هذه الأسباب أيضا تضخم البروستاتا عند الرجال، التضخم الحميد أو التضخم الخبيث. من الأسباب أيضا تورم عنق الرحم عند النساء، أيضا قد يؤدي إلى انسداد مجرى البول وقد يؤدي إلى فشل كلوي حاد. إذا لم يتم علاجه بصورة صحيحة قد يؤدي إلى فشل كلوي مزمن. طيب بعد هذا الكلام ممكن نمشي إلى الفشل الكلوي المزمن. طيب الفشل الكلوي المزمن عندما يصاب المرء بالفشل الكلوي المزمن، في هذه الحالة لا يمكن علاج الكلى أو الكلى لا ترجع إلى حالتها الطبيعية مرة أخرى. جميع الأسباب التي قلناها في الفشل الكلوي الحاد تدخل معنا هنا، يعني كل الأسباب في الفشل الكلوي الحاد إذا لم يتم علاجها بسرعة ولم يتم علاجها بصورة سليمة ينتقل المرء إلى مرض كلوي مزمن. طيب من الأمراض المشهورة التي تؤدي إلى مرض كلوي مزمن أمراض السكري، أمراض الضغط، أمراض المناعية، بعض الحالات الوراثية أو أمراض الكلى الوراثية، واللي هي من أشهرها مرض تكيس الكلى وبعض المتلازمات مثل متلازمة ألبرت. حضرتك ذكرت السكري، طبعا مش هخليه يعدي، عايزين نعرف أثر السكري على الكلى. تمام، لو حضرتك تتفضل وتحكي لنا عنه شوية. طيب بالنسبة لمرضى السكري خصوصا والمرضى عموما، ممكن أدخل معهم مرضى ارتفاع ضغط الدم. أكثر الحالات التي تسبب الفشل الكلوي المزمن هو عدم انتظام السكري، عدم متابعة مرض السكري بشكل صحيح. هذا يعني كل الدراسات أثبتت أنه من أكثر الأسباب للفشل الكلوي المزمن هو مرض السكري الغير متابع بصورة سليمة ومرض الضغط. فنحن نحتاج أنه نتابع مرض السكري بصورة سليمة، نحتاج نتابع مع اختصاصي أمراض سكر ومع اختصاصي أمراض كلى وأيضا مع اختصاصي أمراض عيون. طبعا للسكري يؤثر في أعضاء كثيرة من الجسم إذا لم يتم التعامل معه بصورة سليمة. يؤثر في العينين، يؤثر في الكليتين، يؤثر في الأوعية الدموية، يؤثر في الأعصاب. فكما قلنا إنه ممكن يؤثر في الكليتين. التأثير في الكليتين يكون بظهور البروتينات في البول. أول ما يبدأ ظهور البروتينات في البول معناته أن الكليتين بدأت تتأثر، حتى أن التأثر ممكن يكون قبل ظهور هذه البروتينات. فعشان كده بتحتاج أنت على الأقل مريض السكر مرة كل 6 شهور لزيارة دكتور الكلى ولزيارة دكتور العيون أيضا. تمام. طيب دكتور عبد الرحمن، حكينا عن طرق علاج الفشل الكلوي. احنا تكلمنا عن الفشل الكلوي، الان عايزين نتكلم عن طرق العلاج للفشل الكلوي. العلاج للفشل الكلوي هو علاج تعويضي. كما قلنا في الاول انه في وظائف كثيره تقوم بها الكلى، فالعلاج التعويضي فانه نحن نعالج كل الوظائف اللي نحن ذكرناها في الاول. طيب عشان هذه نقطه مهمه جدا، لانه كثير من المرضى يعتقدوا انه العلاج في شيء واحد او شيئين فقط. الأذرع الكبيرة للعلاج عندنا هو الغسيل الدموي وزراعة الكلى. هذه هي الأوجه الكبيرة للعلاج عندنا، اللي هو الغسيل الكلوي وزراعة الكلى. الغسيل الكلوي ينقسم عندنا القسمين، غسيل كلوي دموي وغسيل كلوي بروتوني. طيب هل الغسيل الكلوي هو كل شيء؟ خلاص هو كده نحن ده كفاية بالنسبة لنا إنه لعلاج الفشل الكلوي؟ لا، لأنه زي ما قلنا إنه عندنا وظائف كثيرة. الفشل الكلوي بتعالج بعض، أو الغسيل الكلى بيعالج بعض هذه الوظائف. الغسيل الكلى ممكن يعالج لنا اللي هو الاضطراب في سوائل الجسم. طبعا لما يكون عندنا فشل كلوي حيكون عندنا احتباس للسوائل، لما يكون عندنا فشل كلوي حيكون عندنا تراكم للسموم والفضلات، لما يكون عندنا فشل كلوي حيكون عندنا عدم اتزان في الأملاح والشوارد، لما يكون عندنا فشل كلوي حيكون عندنا زيادة في حمضية الدم، لما يكون عندنا فشل كلوي حيكون عندنا نقص في الهرمونات التي تنتجها الكلى، حيكون عندنا مشكلة في تركيب فيتامين دال، وهيكون عندنا طبعا مشكلة برضو في ضغط الدم. طيب
فالغسيل الكلوي يقوم بعلاج بعض هذه المشاكل، مثل التخلص من السوائل الزائدة، التخلص من السموم والأملاح الزائدة، معادلة بعض الأملاح والشوارد، والمحافظة على حمضية وقلوية الدم. أما باقي الأشياء فيجب علاجها خارجيا، فلهذا يجب إعطاء هرمون الإريثروبيوتين خارجيا عن طريق الإبر، ويجب إعطاء العلاجات التعويضية لنقص فيتامين د، ويجب إعطاء أدوية للتحكم في ضغط الدم. هذا ما يخص غسيل الكلى. طب زي ما قلنا عندنا غسيل كلى بريتوني وعندنا غسيل كلى دموي، الاثنين ما بيناتهم فرق كثير، لأنه برضو بنواجه السؤال ده كثير جدا، أيهما أفضل، إنه الواحد يغسل غسيل دموي ولا يغسل غسيل بريتوني؟ كل الدراسات اللي جات ما في حقيقة تفضيل لأي واحد على الآخر، ما في تفضيل للغسيل الدموي على الغسيل البروتوني، وما في تفضيل للغسيل البروتوني على الغسيل والغسيل الكلوي الدموي. الاثنين واحد على حسب الشيء المتوفر، وبعض المرات على حسب حالة المريض ممكن يتوجه من نوع غسيل إلى نوع غسيل آخر. الشيء الأفضل من هذا كله طبعا هو زراعة الكلى، والحمد لله الآن عمليات زراعة الكلى أصبحت منتشرة في كل مكان، ونسبة نجاحها الآن بسبب الأدوية والتقدم العلمي في مجال طب الكلى الحمد لله الآن صار أفضل بكثير، وهو الحل الأفضل. طيب نحن عندنا نقطة اللي هو الفشل الكلوي المزمن نفسه، نحن بنقسمه إلى 5 مراحل، وهذه 5 مراحل يكون التقسيم على أساس معدل الترشيح الكبيبي. كيف نحن نحسب معدل الترشيح الكبيبي؟ نحسب معدل الترشيح الكبيبي عن طريق بعض المعادلات الرياضية التي نقوم بها في العيادة أو سريريا، أو عن طريق إرسال عينات من البول والدم إلى المعمل، أو عن طريق المسح الذري الكلوي. بهذه الطريقة نستطيع عمل أو طريق عن هذه نستطيع حساب معدل الترشيح الكبيبي. على حسب معدل الترشيح الكبيبي نقوم بتقسيم الفشل الكلوي إلى 5 مراحل، من المرحلة الأولى إلى المرحلة الخامسة. الهدف من العلاج في هذه المراحل، والهدف من التقسيم لهذه المراحل، إنه مع علاج، لنفترض مثلا إنه واحد حسبنا له معدل الترشيح الكبيبي، قلنا له يا أخي أنت عندك مرض كلوي مزمن في المرحلة الثالثة، ما هو غرض من العلاج في هذه المرحلة؟ الغرض من العلاج في هذه المرحلة تأخير انتقال المريض إلى المراحل التالية لأطول فترة ممكنة، تأخير وليس إيقاف كامل. دي نقطة مهمة جدا ولازم كل الناس تكون عارفاها، إنه العلاج لتأخير الانتقال إلى المراحل القادمة. العلاج يكون عن طريق لو المريض عنده سكر، إنه المحافظة على انتظام مرض السكر، المحافظة على انتظام الضغط، إذا عنده أي مشاكل في الشوارد، إذا عنده أي مشاكل في الأملاح تعالج. عندما يصل المريض إلى المرحلة الرابعة نرسله إلى المستشفى ليقوم بعملية نحن نسميها عملية الفستولة. الفستولة هذه هي عملية صغيرة يقام بالشق في يا إما الرسغ يا إما المعصم. هذا الشق يقوم جراح الأوعية الدموية بتوصيل شريان بوريد، يقوم بتوصيل الشريان بالوريد، الاثنين لما يتوصلوا ويقوم بإغلاق هذا الشق، وبعد 45 يوم تكون الفيستولة هذه جاهزة للعمل، إذا احتاج المريض إلى الغسيل الكلوي يقوم بالغسيل الكلوي بهذه الفيستولة. طبعا هنالك طرق أخرى للقيام بالغسيل الكلوي بغير الفيستولة اللي هي بالقساطر، ولكن الفيستولة هي الحل الأفضل. فبالمتابعة السليمة وبالمتابعة المبكرة نستطيع أن نجنب المريض تركيب القساطر، خصوصا القساطر العنقية اللي مزعجة في الحركة واللي بيكون معاها غالبا التهابات شديدة ومشاكل أخرى كثيرة. تمام. حضرتك في نقطة مهمة أثرتها، أنا بواجهها برضو مع مرضى السكر، لأنه هما بيكون عندهم الفشل الكلوي المزمن، هو المريض يعني بيكون عنده قناعة إنه هو مثلا إذا أنا في المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة أنا حاخد علاج حيرجعني للمرحلة الأولى، حيرجعني للطبيعة. حضرتك أثرت نقطة مهمة إنه أنا لتأخير تقدم المرض،
مش لوقف المرض او حتى انه اعمل له انه يعني ريجريشن او انه يتحسن. طيب نيجي لنقطه ثانيه، ان هو متى ببدا او بقرر انه المريض اغسل له الكلى؟ طيب ده سؤال مهم جدا. طبعا نحن عندنا نوعين من الغسيل الكلوي، عندنا الغسيل الكلوي الطارئ اللي هو لازم الان في التو اللحظه مريض يدخل للغسيل الكلوي، وعندنا الغسيل الكلوي الدوري او المنتظم، ده بيكون للمرضى الفشل الكلوي المزمن. طيب نجي للغسيل الكلوي الطارئ، متى نقول يا اخي هذا المريض لازم يغسل الان؟ ده بيعتمد على الاعراض الفشل الكلوي، وده بيدخلنا في اعراض الفشل الكلوي. طيب ما هي اعراض الفشل الكلوي؟ الحقيقه انه الفشل الكلوي ما عنده اعراض معينه، اعراض الفشل الكلوي تشبه اعراض امراض كثيره جدا اخرى، مثل القيء، مثل الغثيان، مثل تورم الجسم، تورم الرجلين، مثل الضيق في التنفس وغيرها، تمام؟ وهذا كله بسبب احتباس السوائل. طيب متى نقول هذا المريض يدخل لغسيل طارئ؟ هذا على حسب الفحص السريري وعلى حسب بعض الفحوصات المعملية نقرر الغسيل الطارئ. مثلا إذا كان المريض يعاني من ارتفاع حاد في البوتاسيوم، هذا البوتاسيوم إذا لم نستطع علاجه سريريا في هذه الحالة يجب دخول المريض إلى غسيل كلوي طارئ. إذا كان المريض يعاني من انقطاع أو قلة في البول، وهذا الانقطاع أو قلة البول لم نستطع علاجه بصورة سريرية وأصبح المريض يعاني من وزمة رئوية ومن صعوبة في التنفس، في هذه الحالة يجب أن يذهب المريض إلى غسيل كلوي طارئ. إذا المريض أيضا يعاني من زيادة في حموضة الدم، وهذه الزيادة غير قابلة أو فشل في علاج هذه زيادة الحموضة سريريا، ننتقل إلى الغسيل الكلوي الطارئ. هنالك أسباب أخرى كثيرة مثل التهاب التامور بالنسبة للقلب، هذا برضو من الأسباب التي تدعنا ندخل إلى غسيل كلوي طارئ، أيضا مثل الغيبوبة الكلوية. إذا الواحد استنى كثير، في مرضى كثير جدا يقول لا أنا ما أبغى أغسل، أنا عندي أيوة أنا عندي فشل كلوي، أيوة ما أبغى أغسل، يروح يمشي برا يستخدم بعض العلاجات، في النهاية يدخل في غيبوبة، وبعد الغيبوبة يجيبوه للغسيل. فده هو الغسيل الكلوي الطارئ. أما الغسيل الدوري أو الغسيل المنتظم، ده بيكون لمرضى الفشل الكلوي المزمن. وأيضا مرضى الفشل الكلوي المزمن قد يحتاجوا في بعض الأحيان لغسيل طارئ بنفس الأسباب اللي قلناها للمرضى الآخرين. بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي المزمن، الغسيل من المفترض أن يكون 12 ساعة في الأسبوع، 12 ساعة في الأسبوع بواقع 3 جلسات أسبوعية، كل جلسة مقدارها 4 ساعات. ومن هنا أنا أناشد يعني الإخوة اللي يعانوا من الفشل الكلوي إنه بيغسلوا، إنه لازم تلتزموا بثلاثة أيام في الأسبوع 4 ساعات غسيل. في كثير من الإخوة بيشتكوا بيقولوا لا نحن ننقص يوم، أو لا نحن بنغسل 3 ساعات. طبعا دي مشكلة كبيرة، بعض الدراسات وجدت إنه لما ننقص ساعة واحدة من الغسيل فإنه ده بيضر جدا جدا بالجسم، وبيقلل نحن بنسميه السيرفايفر ريت أو الفايف يير سيرفايفر ريت، بيقلله بمقدار 10%. فنرجو من كل الإخوة الأفاضل مرضى الفشل الكلوي واللي بيغسلوا إنه يلتزموا بالغسيل بنفس المدة المقررة اللي هي 3 مرات في الأسبوع 4 ساعات يوميا. طيب رسالة بتوجهها للمرضى اللي عندهم فشل كلوي، اللي هم اللي يقول لك لا أنا مش عايز أخد علاج، أنا مش عايز أغسل، أنا هاخد علاج بلدي. وده طبعا كثير جدا. الرسالة للمرضى لهؤلاء المرضى إنه طبعا الآن عندنا الحمد لله زراعة الكلى، وزراعة الكلى هذه ما بتكون لأي مريض، يعني لازم المريض نفسه تكون صحته كويسة، ويكون إنه هيستفيد من الكلى اللي هو هيستقبلها أو الكلى اللي هتنزرع له. فلما ترفض الغسيل من الأول وتقعد بعيد عن غسيل الكلى، كده أنت بتضر بصحتك، وصحتك في النهاية هتتدهور، وممكن إنه الدكاترة ما يستطيعوا حتى إنه يزرعوا لك كلى. فلازم تحافظ على صحتك
تحافظ على جسمك بانه تبدا الغسيل الكلوي. في مفهوم يعني مغلوط لدى كثير من الناس انه اللي يدخل الغسيل الكلوي خلاص صحته بتدهور ويؤدي الى الموت، وهذا مفهوم مغلوط، مفهوم خاطئ. بالعكس، الغسيل الكلوي اذا انت كنت متابع بصوره صحيحه وبتاخذ ادويتك بصوره صحيحه، الغسيل الكلوي بالعكس بيحسن من صحتك، بيحسن من صحتك جدا، بيحسن من عيشك ليومك، بيحسن من ادائك لحتى وظائفك لاي شيء. في كثير من مرضى الغسيل الكلوي، مرضى الفشل الكلوي، يشتغلون في دوام ويشتغلوا ويجوا بالمواصلات ويجوا بعرباتهم، ياخذوا غسلتهم ويرجعوا البيت وما بيكون فيها اي مشاكل. ما بنقول انه ما في مشاكل، لا، في اي علاج في له اضرار جانبيه، وفي سبحان الله في ناس فعلا ممكن تحصل لهم مشاكل في الغسيل، بس ده ما هو الغالب. الغالب هو انه الناس بتستفيد من الغسيل الكلوي. فانا بدعو انه الناس تلتزم، وانه الواحد يبدا الغسيل متى ما الطبيب المعالج امره بانه المفروض يبدا غسيل كلوي. انا يعني بتمنى انه يبدا الغسيل الكلوي على طول. ونقطة برضو ثانية، إنه بالنسبة للفشل الكلوي المزمن، نحن بنبدأ الغسيل بعد الوصول للمرحلة الخامسة. أول ما العيان يوصل المرحلة الخامسة على طول نحن بنبدأ الغسيل الكلوي. هل في فرق في التعامل في العلاج ما بين مريض الفشل الكلوي اللي عنده سكر واللي ما عندهش سكر؟ يعني السكر بيلعب دور في قرارك في العلاج، قرارك في متى أبدأ غسيل، قد إيش وما أديش إيش؟ هو مرض السكر يعني لا يختلف في قرار الغسيل. قرار الغسيل بالنسبة لمريض السكر وبالنسبة للمريض العادي ما فيه اختلاف كثير. الاثنين لما يصلوا المرحلة الخامسة نحن خلاص ده مرحلة الغسيل، ونحن بنبدأ غسيل على طول. طيب، نحن ممكن ننتقل لنقطة ثانية بالنسبة للغسيل الكلوي، ونقطة مهمة جدا للمرضى اللي بيغسلوا كلى، وهي نقطة الأكل والشرب. دي نقطة مهمة جدا، ومعظم مرضى الفشل الكلوي بيستفسروا منها، والشيء الغير سار صراحة انه ما بيلتزموا بها كويس، اللي هو الأكل والشرب. طيب، مرضى الغسيل الكلوي احنا بنقلل منهم نسبة البروتينات في الأكل، وبنقلل منهم نسبة البوتاسيوم الموجود في الأكل. فالبروتينات طبعا موجودة بشكل أساسي في البقوليات، في اللحوم، في البيض، وفي الألبان، اللحوم اللي هي اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء. فنحن نسبة البروتينات المفروض يتناولها مريض الفشل الكلوي مفروض تكون تقريبا 8/10 جرام لكل كيلوغرام. يعني إذا الواحد وزنه 70 كيلوغرام مسموح له يتناول حوالي 56 جرام من البروتينات يوميا، ليس أكثر من كده. ايضا من الاشياء اللي نحن بنقللها اللي هي تناول الاطعمه الغنيه بالبوتاسيوم. ومن اهم واشهر الاطعمه على سبيل المثال الغنيه بالبوتاسيوم مثال الخضروات، عندنا الطماطم والبطاطس، عندنا الليمون والسبانخ. بالنسبه للفواكه عندنا البرتقال والموز والتمر والعنب. هذه الخضروات والفواكه غنيه بالبوتاسيوم، ومرضى الفشل الكلوي مفروض انهم يتجنبوا هذه الفواكه. بالنسبة لشرب السوائل، مرضى الفشل الكلوي يعانون من قلة البول أو انعدام البول، فجميع أو كل السوائل اللي أنت حتشربها، كل السوائل دي حتتخزن في جسمك. هنالك يعني بعض من السوائل يخرج مع التنفس، بعض منه يخرج مع العرق، بعض منه يخرج مع البراز، ولكن الأغلبية العظمى سوف تحتبس داخل جسمك. لهذا ينصح بعدم تناول كمية كبيرة من المشروبات. يعني احنا دائما بنقول انه عدم تناول اكثر من 800-900 ملي شتاء، ومش اكثر من 1200 ملي صيفا. لانه عند تناول المشروبات بطريقة يعني شرهة وباكثر من هذه المعدلات يحصل تورم في الجسم، ويحصل ضيق وصعوبة في التنفس بسبب الوزمات الرئوية، وهذا على المدى البعيد يؤثر على القلب ويؤثر على ضغط الدم. تمام، كلمة أخيرة حضرتك تحب تقولها؟ طيب، كلمة أخيرة، أنا أتمنى إن شاء الله لكل المرضى، لكل مرضى المسلمين الشفاء العاجل، ولكل المرضى في العالم
الشفاء العاجل، وأتمنى لي ولكم إن شاء الله الصحة والعافية، وإن شاء الله نراكم في لقاءات أخرى إن شاء الله، وفي فرص أوسع وفي مواضيع أخرى إن شاء الله بإذن الله. شكرا دكتور عبد الرحمن، سعدنا بوجودك معنا. أشكر الإخوة المتابعين، على وعد لقاءات ميد توكس أخرى إن شاء الله مع العبير. شكرا جزيلا. إن شاء الله. السلام عليكم.